بداية المشوار كنا لعبة جديدة في نادي الكويت، يعني افتتحنا اللعبة 2002، وكنا حابين ننجز في اللعبة. يعني كان في مخطط تقريباً 3 إلى 4 سنين عشان نحقق الإنجاز. رحنا تقريباً 3 معسكرات، النادي وفر لنا 3 معسكرات في الأردن. من بعد معسكرات الأردن رحنا معسكر كوريا، وهني كانت نقطة التحول. خلونا عمرنا 14 سنة في كوريا 45 يوم. تخيل أنت عمرك 14 سنة 45 يوم في كوريا وتدرب مع الكوريين. من بعد معسكر كوريا كانت تجهيزاتنا لبطولة الحسن في الأردن، مغامرة في الأردن. كنا نفس ما قلت لك تطورنا في شكل كبير بشكل كبير، وتحسن مستوانا وراح متجهين للبطولة. اللي احنا اللاعبين الستة اللي كنا موجودين في كوريا رحنا حق ربعنا اللي موجودين في الأردن، يعني التقينا مع الشباب في النادي هناك. فشفنا اختلاف كبير، يعني احنا رايحين الأردن من قبل، يعني قلت لك رحنا الأردن مرة مرتين، فنعرف اللاعبين الأردنيين، يعني اللاعبين زينين. البطولة فيها دول كثير مشاركة، دول معروفة بك إيران والدول العربية، وتكون البطولة مفتوحة، يعني أي شخص يقدر يشارك فيها. فاكتسبنا ثقة كبيرة من المعسكر في كوريا، ونزلنا الملعب وإحنا الستة كلنا أخذنا ميداليات ذهبية في هذاك الوقت، يعني فارق كبير عن اللاعبين اللي موجودين. فهني اكتسبنا خلاص، يعني احنا هني نبي لقدام انجازات. احنا تدربنا سعينا وتعبنا على نفسنا 45 يوم اعمار صغيره، قلنا خلاص الحين نبي انجازات اكبر، قاعد نشوف المستقبل قدام. ومن بعد البطوله هذه كان عندنا استحقاق مع المنتخب الناشئين التايكواندو في اعتقد في الامارات، بطولة الخليج رحنا حققنا فيها ميداليات مشرفة الحمد لله، أخذنا فيها المركز الأول. من بعدها جاء إيقاف رياضي علينا في الكويت، فمن الناشئين للرجال على طول السن العمومي. في بداية الإيقاف ما كنا ندري أن الموضوع مطول، فكنا مستمرين في التمرين. مر علينا سنة سنتين، نبي نتمرن، نبي يعني سنين حرام تروح بدون لا ناخذ انجازات، وناس يعني انجازات مؤكده كانت في وقتها السابق. عدت السنين وللاسف ما قدرنا نشارك، فالحمد لله ان استمرينا في التمرين، فكنا مستمرين في التمرين الوقت هذاك. من فترة الناشئين الحين خلاص ندخل في سن العموم. أنا كنت في سن 17، كنت 17 سنة وقتها. في قانون يسمح لك تدخل لاعب في السن العمومي إذا كان سنة واحدة قبل، يعني 18 سن العمومي إذا كنت 17 ولاعب زين يدخلونك مع الفريق الكبار. فهذاك الوقت قرر المدرب إنه يلعبني مع السن العمومي، أنا ألعب مع الناشئين وألعب مع السن العمومي في الدوري المحلي. فكان تحدي كبير بالنسبة لي، والحمد لله تغلبت عليه يعني في الوقت هذاك، وخذيت في المركز الأول على السن العمومي. من بعد ما تغلبت على اللاعبين الموجودين في السن العمومي الحمد لله اختاروني في المنتخب الوطني، مثل الكويت في بطولة الخليج. رحنا بطولة الخليج، والاستعداد كان داخل الكويت. رحنا بطولة الخليج والحمد لله خذيت الأول على الخليج الذهبية. بعد استحقاق بطولة الخليج توجهنا لقطر، دورة الألعاب العربية 2012 توجهنا لقطر. كانت بالنسبة لي يعني بطولة كبيرة، أول مرة أشوف مناظر اللاعبين رايحين، لاعبين قدم، لاعبين سلة، لاعبين يد. كانت دورة ألعاب عربية يعني شاملة موجودة في قطر، كانت أجواء مختلفة. لعبت في هذاك الوقت، فزت المباراة الأولى ما توفقت، في المباراة الثانية خسرت. كان دافع معنوي لي من اللي شفته من الأجواء الرياضية، من الناس اللي موجودة،
انه ودي ان ادخل في الاجواء هذه مره ثانيه. فبالعكس خذيت دافع اكبر، تمرنت، توجهنا بعدها للبطولات المفتوحه، ابتدى هني وقت التصنيف الدولي. مدربي كابتن وليد المرشاد خذاني في جوله انا ولاعب عبد الله المنصور في جدول، سواء لنا جدول زمني في عدد من البطولات نتوجه فيها، مثلا في اوروبا البطولات دائما تكون على لاين واحد، في اوروبا بعدين تروح لاسيا بعدين تنزل للشرق الاوسط عندنا هنا في الخليج وننتهي لمن نوصل للكويت. فتوجهنا للبطولات هذه، في اول بطوله لي كانت كنت باخذ فيها ميداليه، يعني اتغلب على اللاعب اللي قدامي اخذ ميداليه اصير مصنف دولي في اول بطوله، وكنت مستعد للبطولات بشكل كبير، يعني خلاص ندخل جدول تصنيف وقدامي جدول بطولات، خلاص احنا داشين في الجد الحين. فزت في المباراه الاولى الحين في النمسا، بطوله النمسا فزت في المباراه الاولى، المباراه الثانيه والمباراه الثالثه اللي دخلني التصنيف، التصنيف ينعد على الميداليه اللي تاخذها. دخلت قبل لا ادخل الملعب ولا اللي متاهل معي اللاعب الكيان الصهيوني، فانسحبت من المشاركه ما لعبت. بعد ما انسحبت شجعوني، يعني مدربي وقف معي وشجعني قال لي هذا مو النهايه، هذه بدايه الخطوه ولازم تواجه الشغلات هذه، خصوصا احنا في دوله اوروبيه هناك يطبعون معاهم فلازم ان نواجههم. فمشينا سلسلتنا لما وصلنا بطوله الفجيرة كانت في الإمارات، خذيت فيها المركز الأول ذهبية بعد خمس مباريات تقريبا. احنا عندنا نظام التايكواندو تلعب من اليوم الصبح تخلص اليوم بالليل، يعني جدول المباريات يكون بنفس اليوم كله، يعني تلعب خروج المغلوب. فبنفس اليوم خذيت ذهبية في بطولة الفجيرة المفتوحة، من بعد بطولة الفجيرة المفتوحة ثلاث أسابيع صارت بطولة البحرين أوبن، لعبت البحرين أوبن وخذيت فيها الحمد لله ذهبية. بعد البحرين أوبن رحنا بطولة الأقصر، أعلى صارت درجاتها أعلى وأقوى جي 2 كانت مصنفة، فخذيت فيها برونز وتصنفت وقتها. في الوقت هذاك صار تصنيفي 16 عالميا على وزني الشخصي. بطولة الجراند بري كانت في 2014 تقريبا، وبعدها اتجهت صارت الوجهة لبطولة 2015 بطولة السيزم اللي تعتبر الأولمبيات العسكرية جميع الألعاب، توجهت صار الهدف انه ناخذ فيها ميدالية بطولة السيزم. كانت بطولة السيزم تقريبا كانت بطولة السيزم في كوريا سنة 2015، استضافت تقريبا عدد كبير من جيوش العالم، يعني من الموجودين من اللاعبين. في البداية كانوا يقولون لي ان مثلا البطولة العسكرية اقل عدد، اقل مستوى، اقل اداء هناك، فكانوا يقولون لي الكلام هذا. لما رحت وانا اوريدي كنت العب في الجراند بري والبطولات المصنفه دوليا، قاعد اشوف اللاعبين اللي هناك كلهم موجودين هني، شلون كانوا يقولون انا كانت اقل مستوى واقل اداء؟ بالعكس يعني الناس يجون هني عشان يحصلون نقاط، لان عليها البطوله العسكريه عليها نقاط تصنيف، فاللاعبين توجهون لها يلعبون كذا بطوله عشان يجون ياخذون التصنيف من البطولات هذه. فلعبنا البطوله والحمد لله اخذت فيها المركز الثالث بعد تقريبا اربع مباريات، حصلت على المركز الثالث. وفي الوقت هذا كانت اول ميداليه في تاريخ الكويت الجيش الكويتي انه يحصل ميداليه سيزم الدوليه. من بعد البطوله هذه دخلنا في بطولات عرب مع المنتخب الوطني المدني، دخلنا في بطوله عرب اخذت فيها الثالث، ودخلنا في بطولة العالم في مانشستر طلعت في دور الـ 32،
ومن بعدها رحنا بطولة العرب العسكرية، أخذت فيها بعد المركز الثالث في البطولة العربية. واستحقاقات طموحاتنا لقدام إن شاء الله نحاول نعدل من التصنيف نفس السلسلة اللي مشيناها في البداية في 2012-13-14، نرجع نعيدها في الوقت الحالي، وإن شاء الله نشارك في الأولمبيات القادمة إن شاء الله.